طبعا الوزارة أصدرت مجموعة من القرارات التنظيمية، والهدف من هذه القرارات هو إحكام الرقابة ومتابعة عمليات جمع التبرعات. طبعا قرار الدية هو حاليا تم إصدار قرار بمشاركة مجموعة من الوزارات المعنية بهذا الشأن لوضع ضوابط معنية تحد من عملية الدية التي انتشرت في الآونة الأخيرة والتي كانت بدون ضوابط معينة. أما بالنسبة لموضوع المقرات، فانتشرت المقرات بشكل عشوائي في مناطق مختلفة من دولة الكويت، والهدف من تقنين أوضاعها وتعديلها هو تطبيق قرار المجلس البلدي بإيقاف استقلال المساكن الخاصة بأنشطة غير الأنشطة السكنية. فقامت الوزارة أيضا بإصدار قرار بتقنين أوضاع المقرات، وجاري العمل على تقنين أوضاعها وإعطائها مهلة لتعديل هذه الأوضاع. كان هناك التزام كبير من الجمعيات الخيرية في مشروع رمضان السابق، وكانت المخالفات تعتبر مخالفات طفيفة جداً.